عيد الهالوين عيد الشيطان. عيد الهالوين هو عيد مضاد للمسيحية، هو من الممارسات الغامضة والغريبة في هذه المناسبة، تعود في أصولها لشعب السلتيك الذين عاشوا في الجزر البريطانية. كان حتى الزمن القريب يجري الاحتفال بالهالوين كعيد للرعب في بريطانيا والولايات المتحدة وبعض الدول التي تنحدر شعوبها من أصول وثقافة بريطانية. ويعتقدون أنه في يوم عيده فإن أرواح الموتى تجوب الأرض وأنه يجب استرضاؤها لكي لا تصنع شرا. لتمثيل هذا الطقس كان الناس يزورون البيوت كما تفعل الأرواح ويطالبون باسترضائهم ويجمعون مالا كما كانت تقدم التضحيات البشرية في تلك الليلة الرهيبة. كان شعب السلتيك يعتمد تقويما قمريا، ولهذا لم يكن عيد إلههم سمهاين ثابتا، ولكن بعد اعتماد التقويم اليولياني الروماني صار عيدهم ثابتا في ليلة الأول من نوفمبر تشرين الثاني، أي في ليلة جميع القديسين الكاثوليكيين. هل الهالوين فعلا غير ضار؟ قد يقول البعض حسنا هذا صحيح، ولكن الهالوين حاليا هو مجرد وقت يفرح فيه الأطفال ويتمتعون فيه بالحلوى والملابس. ولكن الحقيقة ليست كذلك. إن رموز الاحتفال بالهالوين بما يتضمنه من سحرة وشياطين ومشعوذين ليست سليمة. لأنها هي عملية تطبيع لتلك الرموز الشيطانية، تطبيع جعلها تبدو طبيعية، وهذه الرموز لا ينبغي تصويرها كما لو كانت غير مؤذية، فهي تعلم الأطفال عكس ما يجب أن يتعلموه، وهذه الممارسة تجعل الأطفال ينغمسون في ذلك الجو. وتلك الرموز الغامضة المرافقة للاحتفال بالهالوين وتصبح جزءا من حياتهم. كيف نمضي ليلة الهالوين؟ يمكننا إقامة صلوات الغروب وتلاوة المزامير والتسبيح وقراءة الكتاب المقدس.
كما يمكننا أن ننظم نشاطات أخرى لا تتصل بالهالوين لأبنائنا، سواء كانت في الكنيسة أو في المنزل أو خارجهما.